بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا وحفاظ كتاب ربنا وآل بيت نبينا وذرياتهم وسائر المسلمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها، قابليها، وإتمها علينا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة كتاب شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما وتلامذتهما في الدارين، آمين. فصل في المسح على الخفين. وهذا من متعلقات الوضوء وليس من متعلقات الغسل، لأن المسح على الخفين لا يجوز للمغتسل، يجوز للمتوضئ فقط. يبقى هذا من متعلقات الوضوء. فصل في المسح على الخفين. والخف هو ما يغطي موضع الفرد من القدم، ده الخف. لكن لو ما غطاش موضع الفرد من القدم ما اسموش خف، سميه بقى بلغة المصريين مداس، يسميه نعل، سميه أي حاجة، لكن لابد إن هو يغطي الكعبين، اللي هو بلغة المصريين يقول لك بز الرجل، اللي هو الكعبين، كل رجل ليها كعبين، كويس؟ فيبقى لابد أن ليكون خفا شرعيا أن يغطي موضع الفرد من القدم. موضع الفرد، أيوة، مش ربنا بيقول وأرجلكم إلى الكعبين؟ أدي موضع الفرد، يعني لازم يوصل للكعبين، واضح؟ علشان ينفع تمسح عليه، يبقى لابد أنه هو يكون أولا طاهر، يبقى يقول لك شروط، وانه يغطي موضع الفرد. فصل في المسح على الخفين. والمسح على الخفين جائز في الوضوء، لا في غسل فرد او نفل، يبقى ده من متعلقات الوضوء. جائز في الوضوء لا في غسل فرد او نفل، ولا في إزالة نجاسة. طبعا، لأن ما ينفعش يبقى رجلي فيها نجاسة من جوه، كأن دميت قدمك داخل الخف. لو دميت القدم داخل الخف يبقى أصابتها نجاسة، يبقى لازم أطلعها من الخف أغسلها. واضح؟ يبقى ما ينفعش برضو إلا في إزالة نجاسة. لابد إزالة النجاسة من الغسل. فلو أجنب، يعني أصابته جنابة اللي هي موجب من موجبات الغسل. إحنا قلنا يجب الغسل بالإيلاج وبالخروج المني وإيه وبالحيض والنفاس والولادة والموت كده برضو. فلو أجنب أو دميت رجله، يعني جرحت، وإحنا عارفين إن الدم نجس إلا دم الأنبياء، واخد بالك؟ فطالما الدم نجس يبقى لابد إن إحنا نغسله. فلو أجنب أو دميت رجله، وطبعا زي الدم القيح والصديد والجروح والقروح والحروق، ساعات تعمل يعني حاجة منفوخة كده ويبقى داخلها ماء، هذا الماء لما يخرج وينزل ده نجس، واخد بالك؟ فيبقى لابد من غسله، كل الحاجات دي لابد من غسله. فلو أجنب أو دميت رجله، والدم يبقى دم أو قيح أو إفرازات، كل ده اسمه دم، لأنه ده الدم ومنتجاته بقى، لأن القيح ما هو إلا دم فاسد بقى. فأراد المسح بدلا من غسل الرجل لم يجز،
في الحالات اللي زي دي، لما تصيبه نجاسة أو يريد أن يغتسل، أو أصابته جنابة، أو أصابت رجله نجاسة، إذا أراد المسح في الحالات دي بدلا من غسل الرجل لم يجز، بل لابد من الغسل. الإيه في الصور دي؟ وأشعر قوله، يعني قول المصنف جائز، أشعر كلمة جائز أن غسل الرجلين أفضل من المسح، أفضل من المسح. هنيجي بقى بعد كده في إيه، في الأعذار المبيحة دي، هتيجي في باب التيمم. صبر جميل، بعد الموضوع رح نخش باب التيمم، اللي هي أعذار الجروح والحاجات دي، وقد تضرها الماء ولا لأ، ومسح على الجبيرة وغيره، هيجي بقى إيه من متعلقات التيمم. لكن لو أصابته نجاسة والماء لا يضرها، يبقى يجب غسلها بالماء خلاص، طالما الماء لا يضرها. وإنما يجوز مسح الخفين لا أحدهما فقط إلا أن يكون فاقد الأخرى. يعني علشان هتمسح على الخفين ما ينفعش أمسح على رجل واغسل رجل، واضح؟ يمسح على الرجلين الاثنين، يغسل الرجلين الاثنين. إمتى أمسح على رجل واحدة؟ لو كان فاقد الرجل الأخرى، لأن فقد المحل يرفع الحكم. كويس؟ طبعا هيجي لك صور بعد كده ان ممكن لو الرجل دي فيها داء والرجل الثانيه ليست فيها داء، يبقى اغسل الرجل التي ليست فيها داء وامسح على الرجل التي فيها داء لوجود العذر، لان الميسور لا يسقط بالمعسور، تبع قواعد المذهب. الميسور لا يسقط بالمعسور، واضح؟ مع الجمع مع التيمم في الحالات اللي زي دي بقى، هتيمم كمان عن الرجل، يعني امسح على الرجل اللي مش هغسلها لأن فيها داء يضرها، الماء يضرها، واغسل الرجل السليمة وأتيمم عن الرجل الممسوح. ده مذهب الشافعية كده، لا يكتفي بالمسح على الجبيرة بل يجمع بين المسح والتيمم، خلافا لمذهب المالكية يكتفي بالمسح. واضح؟ هنيجي الحاجات دي في التيمم. وإنما يجوز مسح الخفين لا أحدهما فقط، عند الإنسان السليم اللي إيه؟ اللي ما عندوش مرض في الأخرى، إلا أن يكون فاقد الأخرى، يعني مركب طرف صناعي مثلا، مقطوع رجله مركب طرف صناعي، مش مطلوب بقى يغسل الطرف الصناعي ولا يمسح على الطرف الصناعي. واضح؟ بثلاثة شرائط. إيه هي الشروط بقى؟ أن يبتدئ أي الشخص لبسهما بعد كمال الطهارة، لأن حديث الرسول بيقول إذا أدخلتهما طاهرتين، أي كده تمسح على الخفين إذا أدخلتهما، ده نص كلام النبي، طاهرتين، يبقى لابد أن أنا أدخل القدمين طاهرتين. يعني ما ينفع شخص الرجل اليمنى وأنشفها وألبس الخف، وبعدين أغسل الرجل اليسرى وأنشفها وألبس الخف وأمسح، لأن أنا هنا ما أدخلتهمش طاهرتين، الطهارة ما اكتملتش، لما لبست الخف في اليمنى كانت لسه الرجل اليسرى ما اتغسلتش. يبقى في الحالة دي أعمل إيه؟ أقلع الخف بتاع اليمين وألبسه تاني، سهل. فهمت؟ يعني افرض إن أنا غسلت اليمنى ونشفتها ورحت لابس الخف، ورحت غاسل الرجل اليسرى ونشفتها ولابس الخف، أنا كده ما دخلتهمش طاهرتين. يبقى في الحالة دي أعمل إيه؟ أخلع اليمنى بس وألبسه تاني، يبقى أنا كده أدخلتهما طاهرتين. لازم تبقى في الوضوء. ما احنا قلنا ده المسح الخفين ده من ملحقات الوضوء مش الغسل. واضح؟ يعني أنا بتوضى وحاطط رجلي على الحوض، بغسل رجلي اليمنى الأول، غسلت اليمنى ورحت منشفها ولابس الخف ونزلتها، يبقى انا لبست الخف قبل ما تطهر اليسرى. كويس؟ رحت غاسل اليسرى ونشفتها ولبست الخف، كده في الصوره دي بقى ما ينفعش امسح على الخفين لان ما ادخلتهمش طاهرتين، انا ادخلت واحده والثانيه ما كانتش طاهره. طب انا اخرج في المساله دي اعمل ايه؟ احلها ازاي؟ بابسط الحلول، اروح قالع اليمنى والبسها تاني بعد ما اكون لبست اليسرى.
فهمت؟ تصورت المسألة؟ تصورت المسألة؟ لا لا، الموالاة موجودة ليه؟ لأنه نشفها بآلة. الثانية الموالاة تفقدها لو جفت بنفسها، واخد بالك؟ لكن أنا نشفتها بورقة كلينكس بفوطة، فأنا إيه تدخلت، يبقى الموالاة مستمرة موجودة، ما فقدتش الموالاة. الموالاة تفقدها إذا جف العضو قبل غسل الآخر بنفسه، واخد بالك؟ مع اعتدال طبعا الزمان واعتدال المزاج. ما هو الغسل خلاص يبقى طاهرتين برضه، طاهرتين برضه. يبقى أول حاجة أن يبتدي أي الشخص لبسهما بعد كمال الطهارة، يعني بعد غسل القدمين. فلو غسل رجلا وألبسها خفها ثم فعل بالأخرى كذلك لم يكفي. فهمت بقى كلام الشيخ؟ طب وحلها إيه؟ يخلع الأولانية ويلبسها تاني. ولو ابتدأ لبسهما بعد كمال الطهارة. طب هو هنا الصورة الثانية دي، ابتدأ لبسهما بعد كمال الطهارة، غسل رجليه الاثنين الحمد لله وكمل وضوءه نشفه، وبيلبس اليمين، جاي بيلبس الشمال قبل ما يكمل لبسها طلع منه ريح. هنا ما ينفعش، يقلع ويغسل تاني، يتوضأ وضوء جديد. واضح؟ ولو ابتدأ لبسهما بعد كمال الطهارة ثم أحدث قبل وصول الرجل قدم الخف لم يجز المسح برضه. واضح؟ وأن ده الشرط الأول، إدخالهما طاهرتين. أول شرط إدخالهما في الخف طاهرتين. الشرط الثاني وأن يكونا أي الخفان ساترين لمحل غسل الفرد من القدمين، اللي احنا قلناها في الأول، يعني بكعبيهما. يبقى القدم كل قدم لها كعب. هما اللي احنا بنقول عليه الكعب في لغة المصريين هو اسمه العقب. الكعب في لغة المصريين اسمه العقب، العقبين. واضح؟ لغة المصريين العامية يقول لك الكعب اللي هو الأعقاب، إنما الكعب الشرعي هو العظمان الناتئان بين الساق وبين القدم، واخد بالك؟ على كل جانب ده الكعب اللي هو يجب أنك أنت الغسل يوصل لحده. لا افرض انا جبت خف شفاف ما يضرش، يعني مش شرط انه يستر النظر من حيث انه هو يبقى كثيف، لا يستر الموضع ولو كان شفافا. لا هنتكلم على الجورب بعدين اما نخلص موضوع الخف. احنا المساله اللي بتسال فيها ده الجورب اللي هو الشراب، لسه صبر جميل، مستعجلين على رزقكم. ناخد ايه باب باب كده، حاجة حاجة. يبقى أول حاجة فلو كان دون الكعبين كالمداس لم يكفي المسح عليهم. الرملي هو اللي ظبط المداس كده بكسر الميم، مداس، ولكن العوام في مصر يقول لك مداس، لكن الإمام الرملي قال بكسر الميم فصيحة، الفصيح فيها كسر الميم مع فتح الدال. المداس اللي هو ايه؟ يعني حاجة تبقى ايه يا دوب تدوس عليها كده وطالع منها كعب صغير، يعني ايه حرف حافة ما توصلش لحد الكعبين. زي البلغة كده. مظبوط. أو السبوب. ده ما ينفعش بقى أمسح عليه لأنه مش مغطي موضع الفرد. يبقى هنيجي في قضية المسح على الجورب. لا هنيجي بقى في مسح على الجورب. الصبر جميل. هو هيمسح على البلغه، هيصلي بالبلغه؟ ده يضربوه بيها في الجامع. المصريين الوقت بقوا على فكره ما بيستحملوش حد. بعد الثوره ما بيستحملوش حد ولا بيستحملوا بعضهم، فلو عملت الحركه دي بعد الثوره انت حر. الله اعلم. الله اعلم هتيجي تاني الدرس الجاي ولا هنزورك في المستشفى.
فربنا ينجينا ويحسن أخلاقنا. والمراد بالساتر هنا الحائل، أهو لا مانع الرؤية، الحائل لا مانع الرؤية، واضح؟ وأن يكون الستر من جوانب الخفين لا من أعلاهما، يعني لازم الستر من الجوانب ومن أسفل لكن مش من أعلى. يعني افرض أن الخف ده واسع الرقبة بحيث أن أنا شايف رجلي من جواه من فوق، ما يدورش أمسح عليه، واضح؟ يبقى العبرة بأن يبقى الستر من أسفل ومن الجوانب لا من الأعلى، واضح؟ بخلاف طبعا ستر العورة في الصلاة، العبرة بالستر من أعلى لا من أسفل. يعني ممكن تبقى لابس الجلابية ومش لابس بنطلون، لو واحد نزل تحت وبص كده هيشوف عورتك، لكن تصلي بالجلابية دي ليه؟ لأن هي سترة من أعلى. يبقى الستر في الإيه؟ في عورة الصلاة العبرة أن يكون من أعلى، واضح؟ أما الخف فالستر فيه من أسفل والجوانب. والمراد بالستر هنا الحائل لا مانع الرؤية، وأن يكون الستر من جوانب الخفين لا من أعلاهما. وأن يكون الشرط الثالث مما يمكن تتابع المشي عليهما، يعني يستحملوا أنك تمشي بيهم خطوات كده ما يتخرقوش، لتردد مسافر في حوائجه من حط وترحال. يعني تتابع المشي، المشي بتاع ايه؟ المشي اللي بيحتاجه المسافر لما ينزل من على دبته، ينزل شنطته، يمشي شوية كده، يشرب، يرجع تاني، يعني يستحمل الخطوات دي، مش يسافر بيه يعني على قد خطوات محصورة. ويؤخذ من كلام المصنف كونهما قويين بحيث يمنعان نفوذ الماء، لأن ما يقول لك يمكن تتابع المشي عليهما يعني صفيقين، وطالما صفيقين يعني سميكين، طالما سميكين يعني لا ينفذ الماء، يؤخذ منه يعني من كلام المصنف يفهم من هذا. ويؤخذ من كلام المصنف كونهما قويين بحيث يمنعان نفوذ الماء، ويشترط أيضا طهارتهما. يبقى لازم كمان أما ألبس الخف اللي حمس عليه يبقى الخف ده طاهر نفسه، واضح؟ لأن أنا هصلي بيه. يؤخذ، يفهم منه، يفهم منه، ومنصوص عليها في الكتب الايه الحواشي الكبيره انه يشترط عدم نفوذ الماء. يبقى من جلد الجلد لا، لكن لو كان بيدخل من خلال الشيء المخصوف ما يضرش، لكن هو نفس طبقته يعني طبقته تكون لا تنفذ الماء بذاته. ولو لبس خفا فوق خف لشدة البرد مثلا، يعني لبس خفين فوق بعض عشان الدنيا برد، فإن كان الأعلى صالحا للمسح دون الأسفل، يعني الأسفل طلع مخرق فأنت لبسته فيه خف تاني، فالمخرق ده غير صالح للمسح لأنه مخرق، ولبسته فيه واحد أعلى يبقى الأعلى هو اللي صالح، يبقى تمسح على الأعلى، وكأن المخرق ده بطانة والصالح ده ظهارة، واضح؟ فيبقى تمسح على الأعلى. صبر جميل. موضوع الجورب هنجعله، خلينا الوقت الجورب هنناقشه دلوقتي برضه، لسه مصممين على الجورب. صبر جميل، هقول لكم فيه مفاجآت. ولو لبس خفا فوق خف لشدة البرد مثلا، أصل الأول لازم إيه نتصور الصور اللي جايبها الشيخ الأول، بعد كده نجيب إحنا الصور اللي إحنا بتعاصرنا بقى المعاصرة لي، بس الأول لازم أتصور المسألة الأصلية وبعد كده أبتدي أستنتج عليه. ولو لبس خفا فوق خف لشدة البرد مثلا، فإن كان الأعلى صالحا للمسح دون الأسفل صح المسح على الأعلى، على اعتبار ان يجعل الاسفل الغير صالح بطانه والثاني ظهاره، فهم؟ وان كان الاسفل صالحا للمسح دون الاعلى. طب افرض ان انا لابس الاعلى هو اللي مخرق والاسفل هو اللي سليم، فلما جيت مسحت رحت قلعت الاعلى ومسحت على الاسفل، صح بالاتفاق؟
طب لا، مسحت انا على الاعلى في الصوره دي بقى. ان كان الخرون دي توصل المسح للي تحته يصح، ما توصلش لا يصح. سهله. نقرا تاني الصوره. فيقول لك هنا: وان كان الاسفل صالحا للمسح دون الاعلى فمسح الاسفل صح، او الاعلى فوصل البلل للاسفل صح، ان قصد الاسفل او قصدهما معا، لا ان قصد الاعلى فقط، وان لم يقصد واحدا منهما بل قصد المسح في الجمله اجزأ في الاصح. يعني في مقابل للاصح انه لا يجزي. اما يقول لك في الاصح ده الراجح في الاول كده برضه. ايوه اتفضل. لأن الرقعة دي، واخد بالك، الرقعة دي جعلته صالح للمسح ولا ما جعلته صالح للمسح؟ هو ممكن تبقى رقعة كويسة فأصبح صالحا للمسح. فهمتني؟ ما أنا طالما عالجت الخروم التخرقات دي برقع تبقى أصبح صالحا للمسح. أنا بنتكلم في صورة إنه يبقى واحد فيهم صالح والتاني غير صالح، واخد بالك؟ ويمسح المقيم يوما وليلة، دي مدة المسح. يبقى عرفنا دلوقتي شروط الماسح. شروط الماسح انه يدخلهما طاهرتين، وشروط الممسوح اللي هو الخف ان يكون طاهرا وان يتحمل تتابع الخطى وان يستر موضع الفرد من الجوانب ومن اسفل ولا يشترط من اعلى. مش هي دي الشروط؟ طيب هنيجي بقى في مدة المسح. أنا همسح، أقعد أمسح مدة قد إيه؟ واخد بالك؟ بيقول لك هنا: ويمسح المقيم يوما وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن المتصلة بها، سواء تقدمت أو تأخرت. يعني أنا بدأت المسح ليلا، يبقى ابتدي أعد ثلاث ليالي بثلاث إيه؟ أيام نهار يعني. بدأت المسح نهارا ابتدي اعد ثلاث ايه؟ ايام نهاريه مع لياليهم. واخد بالك؟ مع لياليهم. هبدأ المسح احسب المده امتى؟ هل بمجرد اللبسي ولا بحدوث الحدث او بمجرد اول مسحه؟ تحتمل كل ده؟ ابتدي احسبها بقى. الراجح ان انا احسبها من اول حل المسح، يعني عند انتهاء الحدث الاول. واضح؟ هو ده المتفق عليه. يعني انا امتى يجوز ليا ان انا امسح؟ اول ما احدث وانتهى الحدث بتاعي، في اول حدث بعد ادخالها طاهرتين. يبقى في الحاله دي يصح ليا ان انا امسح، يبقى تتحسب المده من هنا. من اول حل المسح، يعني من الانتهاء من الحدث الأول بعد لبس الإيه؟ ويقول لك من انتهاء الحدث مش من أول الحدث. يعني أنا مثلا دخلت الحمام وعندي تعنية، قعدت في الحمام نص ساعة، يبقى يبتدي الحساب بعد النص ساعة دي مش من أول ما دخلت، عند انتهاء الحدث برضه. أول ما استيقظ، أول ما استيقظ لو بنوم يبقى أول ما استيقظ. يعني أنا توضأت، أديك مثال، توضأت للفجر ولبست الخف ونزلت صليت الفجر وقعدت في الجامع لحد الشروق وصليت الضحى بنفس الوضوء ده الحمد لله، طلعت في البيت على الساعه 9 الصبح انتقض وضوئي، تبولت مثلا ولا دخلت الحمام فأي ناقد من النواقض الساعه 9 الصبح، وما توضأتش الا مع اذان الظهر، فاول مسحه ليا كانت الساعه 12. واضح؟ والحدث كان 9، يبقى انا اقعد يوم وليله من 9 ل 9 مش من 12 ل 12 ولا من الفجر للفجر. فهمت بقى؟ ما انا لبست انا الفجر، انا لبسته الفجر لكن ما اتنقضش وضوء الا الساعه 9. يبقى المده بتبدا من اول ما ايه؟ ما يحل المسح. واضح؟ مش ما اول مسحه، انا اول مسحه ليا كانت بعد صلاه الظهر الساعه 12، لبسته الساعة 4:30 صبح فجر، وبعدين
انتقد الساعه 9 ومسحت قبل الظهر الساعه 12، احسب اليوم وليله من امتى؟ من 9 الصبح. هيقعد كل ده ما يخش الحمام؟ لا، يدخل الحمام زي ما عايز، بس كل ما يتوضى يمسح عليه، كل ما يتوضى يمسح عليه. لو دخل الحمام عادي يدخل زي ما هو عايز، واحنا هنمنعه؟ الله، هيتنقض وضوءه 100 مره، ما يتنقض. المهم ايه ليه؟ انه يمسح عليه، يمسح عليه من 9 الصبح لحد ثاني يوم 9 الصبح. نوى هو مسح عليه الساعة 8:30 الصبح علشان يصلي الضحى، 8:30 الصبح الثاني، وهو لابسه من امبارح، هينتهي الوقت المدة الساعة 9 الصبح. فدخل بقى في صلاة الضحى، وهو كان يطول لحد ما وصل عند التشهد بقت 9، هتدق الساعة 9، انتقض وضوءه وبطلت صلاته. ايوه، هي مدتها 24 ساعة يا استاذ، المدة انتهت، اكسباير ديت. فبلغة الاطباء يبقى ايه؟ يبقى ما هو كان ماسح عليه ومدته تخلص الساعة 9 الصبح، فلو جت 9 بالدقيقة وانتقد وانت داخل صلاة بطلت الصلاة دي، كأن انتقد وضوءك في لحظة في لحظة، يبقى لازم يخلص صلاته قبل 9. واخد بالك؟ يبقى لازم في الصورة دي يخلص صلاته قبل الساعة 9. هو ينفع يصلي بالجزمة يا دكتور؟ ينفع، بس مش في المسجد المفروش. لا مش في المسجد. بحيث ان يكون الحذاء طاهرا. ماشي، لو جزمة برقبة. برقبة مش برقبة ما تفرقش، يصلي بيها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خالفوا اليهود والنصارى وصلوا في نعالكم. حديث في البخاري. على النعم. اصبر علي، اصبر علي. إذا كان في شروط الخف، إذا كان في شروط الخف وأدخلهما طاهرتين بالشروط اللي قلناها دي، يمسح عليه، ولو مسح عليه ما يقلعوش وهو بيصلي، لأنه لو قلعه لازم يروح يغسل رجله. واضح يا أستاذ؟ ولو هيصلي على بنعله ما يخشش المسجد اللي مفروش موكيت، وإلا المصريين بعد الثورة هيقتلوه جوه في المحراب. فهمتني إزاي؟ لكن لو صليت في الشارع، في الجنينة، واخد بالك ازاي، في المعسكر، في الصحراء، ما يضرش بالحذاء بتاعك او البياده بتاع الجيش وحاجات. ايوه يا سيدي، ما تحسبش بالفروض، احسب يوما وليله كده، تحسبها يوما وليله مش بالفروض. هو النبي قال كده يوما وليله، حديث النبي مش كلامي يعني، ده كلام النبي مروي عن سيدنا علي بن ابي طالب. ستنا عائشه سالوها عن مده المسح، قالوا: سلوا عليا فإنه كان أدرى بها، يسافر مع النبي أكثر منه. فراحوا سألوا سيدنا علي، قال: يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. يبقى ده كلام إيه؟ النبي. كده برضه؟ لا، كلامه. هل هو فعل ذلك النبي مع نفسه أم لا؟ دي مسألة مبحث آخر. ولو خالف قوله فعل يقدم القول على الفعل ولا لا؟ دي مسألة أخرى في المباحث. واخد بالك؟ لكن خلينا هنا ما نخشش في فروع. انتوا نفسكم تبقى مفتوحه قوي الاسئله معايا، انتوا كل درس بتبقوا مع كل الناس كده ولا معانا بس؟ انا رزقي واسع بقى. انت لازم هتصلي بالنعل مرات كتير في عمرك، طالما انت بتخرج رحلات وبتسافر وبتصلي في الشوارع وبتصلي على الارض مش مفروشه. طب ما انت هتوسخ الشراب كده، يبقى رجلك عرقانه وتقف على الرمل كده هتوسخ الشراب. صلي بالنعل طالما يكون طاهر، بشرط ان يكون طاهرا وما عملتش فرشه. لكن انا معايا مصليه فرشتها، يبقى لا بقى النعل وحقف على المصلي. إن كنت ممن يقتدى به صلي بالنعل ولو مرة حتى يراك الناس فيعرفوا سنة ميتة، وإن لم تكن ممن يقتدى به فاخلع النعل وصلي قدام الناس بغيره حتى لا يهجموا عليك ولا يصدقوك إذا أخبرته. إنما ما تبقى من أهل الهيئة والعلم ولابس كده العمامة الأزهري والجبة والقفطان الأزهري وعملت صليت بالنعل، الناس ايه؟ يسلموا لكلامك، لان ده رمز العلم والعلماء. انما اما اقابلهم انا بالكرافته كده وبتشتغل ايه جراح واصلي بالجزمه هيتخانقوا معايا. لا
لو اقول لهم 100 حديث مش هيصدقوني، فهمتني ازاي؟ فلازم الانسان ما يفتنش الناس، خاطب الناس على قدر عقولهم، فتختار الحاله اللي ما الناس تكون بتثق فيك وبتثق في علمك، تعمل السنه الميته يقوموا يتعلموها منك. انما الناس لسه ما تعرفكش، ما تعرفش درجه علمك، يبقى اعمل اللي مجتهدين عليه حتى لا تفتنهم. لو لوحدك انت حر، لك ان تختار، هذا ده جائز وده جائز. بيقول لك فضيلة الدكتور برجاء الأسئلة تأخروها للآخر لأن قد يجاب على معظمها أثناء الدرس. عنده حق، عنده حق. يبقى احنا قلنا يمسح المقيم يوما وليلة، تتحسب اليوم والليلة دي عند انتهاء أول حدث، عند انتهاء أول حدث. وقلنا انتهاء أول حدث ليه؟ لأن قد يكون الحدث ياخد مدة زمنية، فما يتحسبش لا من أول الحدث ولا من وسط الحدث، بل عند الانتهاء من الحدث. وكذلك المسافر يبقى ثلاث ثلاثة أيام بلياليهن. المتصلة بها سواء تقدمت أو تأخرت، وابتداء المدة تحسب من حين يحدث. شوف كلام الشيخ، وابتداء المدة تحسب من حين يحدث، مش من حين يلبس الخوف. في المثال بتاعنا الساعة 9 الصبح، في المثال بتاعنا، بس مش شرط كل 9 الصبح تخش تحدث. ها، ده مثال وليس امر. وابتداء المدة تحسب من حين يحدث اي من انقضاء الحدث الكائن. شوف بقى الشارح، لحسن تفتكر من حين يحدث، هل من اول الحدث ولا من وسط الحدث ولا من اخر الحدث؟ ام شرحها لك، ودي فايدة الشارح. فالشارح قال لك اي من انقضاء الحدث الكائن بعد تمام لبس الخفين، لا من ابتداء الحدث ولا من وقت المسح ولا من ابتداء اللبس، واخد بالك؟ طب والعاصي بالسفر والهائم يمسحان مسح مقيم. في حاجة اسمها العاصي بالسفر وفي العاصي في السفر، لازم أميز بينهم. عاصي في السفر وعاصي بالسفر. العاصي بالسفر، السفر نفسه معصية، واخد بالك؟ يعني السفر نفسه هو اللي معصية، زي واحد مسافر عشان يقتل مسلم بغير حق، طالع من الصعيد عشان ياخد طاره ويقتل الجدع اللي هو ايه موجود في اسكندرية، وراكب قطر الصعيد من اسكندرية، واخد اللي حد ما يوصل اسكندرية، اهو ده عاصي بالسفر لانه هيقتل بغير حق. امرأة سافرت بغير اذن زوجها، دي عاصية بالسفر. إنسان سافر بغير إذن أبيه وأمه أو مع معصية أبيه وأمه، يبقى ده عاصي بالسفر لا يترخص. العاصي بالسفر لا يترخص لأن الشارع لا يعينه على معصيته، واضح؟ يعني لا يقصر الصلاة ولا يجمع الصلاة ولا يفطر في رمضان ولا يمسح مسح مسافر، خد بالك، ده العاصي بالسفر. فهمت المسألة؟ طب العاصي في السفر ده ما يضرش، يترخص، يعني مسافر لهدف مباح أو مطلوب، لكن وهو مسافر قاعد يعكس الستات، ده عاصي في السفر، آه ده يترخص ويتعلم الأدب، معلش نعلمه الأدب، لكن إيه له أن يترخص، واضح؟ لأنه ده عاصي في السفر وليس عاصيا بالسفر. خدت بالك الفرق من الحتة الدقيقة اللطيفة دي؟ لأن هتجيلنا تاني في أبواب قصر الصلاة، هنقولها تاني في أبواب إيه؟ وهنقولها ثالث في الفطر للمسافر في رمضان، يبقى هنقولها ثلاث مرات، مرة في المسح ومرة في الإفطار ومرة في قصر الصلاة وجمع الصلاة للمسافر. إن شاء الله عندك 100 سنة وأبوك لسه عايش عنده 120 سنة تسمع كلامه. لو قال لك يا واد ما تمشيش، انت بالنسبه له وانت عندك 100 سنه كده يا واد، يقول لك يا واد ما تمشيش، تقول له حاضر يابا. طول ما هو عايش يجب بره وسماع كلامه، واضح؟ وكذلك الام، طول ما انت عايش وهي عايشه انت بالنسبه لها ابنها العيل اللي كانت لسه بترضعه، يا رب تبقى شايف. انا امي لحد دلوقتي ساعات تقول لي يا واد يا يسر، لحد دلوقتي وهي قاعدة معايا في البيت،
لما تقول يا واد اقول نعم، تطلع بتنادي على ابني احمد، لكن ساعات تقول لي يا واد ما يجراش حاجه، ما انا واد بقى، كل مولود ولد كده برضه. فيبقى طاعه الوالدين دي مستمره. والعاصي بالسفر والهائم، مين الهائم بقى؟ الهائم ده نوع من المسافر لم يحدد مقصده، اللي احنا نسميه من بلاد الله الخلق الله. من بلاد الله الخلق الله، رايح فين يا ابني؟ الله ما عرفش. هربان مثلا، هربان من حد بيطارده الى لا جهه، واخد بالك؟ او مسافر كده سياحه في الارض، زي ما كان بعض الصوفيه زمان يعملوها، يسيب البلاد والعباد ويتفرغ لطاعة مولاه ويمشي من بلد لبلد ويهائم على وجهه. أهو ده بقى لا يقصر الصلاة ولا يمسح مسح مسافر. واضح؟ يبقى والعاصي بالسفر والهائم، عرفت الهائم يعني إيه؟ يعني إيه العاصي بالسفر؟ والفرق بين بالسفر وفي السفر. كلنا على فكرة بنبقى عاصيين في السفر لأن إحنا مش معصومين. صح؟ كل الأم. هل حد يعني يسلم من انه يفعل اي معصيه ولو حتى الكلام فيه ما لا داعي؟ بتحصل. ودائم الحدث، دائم الحدث اللي هو عنده انفلات ريح او سلس بول او امراه عندها استحاضه او عنده جرح بينز على طول دم، واخد بالك؟ من موضع ايه؟ من موضع الفرد، ففي نجاسه طالعه منه على طول، على اعتبار ان هذه النجاسه ناقضه للوضوء عند من يقول بالنقد. الشافعيه لا ينقض الوضوء الا بالخارج من الايه؟ من المخرج المعتاد. واضح؟ ودائم الحدث اذا احدث بعد لبس الخف حدثا اخر مع حدثه الدائم قبل ان يصلي به فرضا يمسح ويستبيح ما كان يستبيحه لو بقي طهره الذي لبس عليه خفه، وهو فرض ونوافل، فلو صلى بطهره فرضا قبل أن يحدث مسح واستباح نوافل فقط. فهمت الكلام؟ نقوله تاني بالراحة، طريقة المصريين ليه بالراحة. دائم الحدث لما بيتوضأ بينوي استباحة الصلاة لرفع الحدث، لأن الحدث مستمر، قلنا كده قبل كده. نية دائم الحدث في الوضوء هي استباحة الصلاة لا رفع الحدث، لأن الحدث مستمر. كويس؟ فدائم الحدث هذا اللي هو عنده سلس بول أو انفلات ريح أو براز أو شيء من هذا، نسأل الله السلامة لينا جميعا، عمل إيه؟ اتوضأ ولابس هو الخف على الوضوء اللي قبل كده، ونوى استباحة الصلاة. كويس؟ فبعد ما اتوضأ الحمد لله ومسح، حصل إيه؟ هو عنده سلس بول، ده الحدث المستباح عنده، العذر، أم طلع ريح؟ ده كده انتقد وضوءه، لأن هو أصلا عذره مش الريح، ده عذره سلس البول، فلما يعمل ريح يبقى انتقد وضوءه خلاص. لكن لو هو عذره سلس البول حتى بعد ما يتوضأ ونزل بول منه ما اتنقضش الوضوء ده، لأن هو ده الحدث الدائم اللي معذور فيه. فهمت؟ فلو الراجل ده اللي هو او المكلف، عشان تدخل المرأة والرجل، المكلف اللي عمل كده يقول لك ودائم الحدث اذا احدث بعد لبس الخف حدثا اخر غير حدث اللي هو الدائم بتاعه مع حدثه الدائم قبل ان يصلي به فرضا يمسح. كويس؟ يتوضى ويمسح. ويستبيح ما كان يستبيح لو بقي طهره الذي لبس عليه خفيه، وهو فرض ونوافل. احنا عارفين ان دائم الحدث ده بيتوضأ بعد دخول الوقت، بيتوضأ بعد دخول الوقت بنية استباحة الصلاة، يصلي به فرض واحد والنوافل المتعلقة به. فلو جاء فرض تاني لازم يتوضأ تاني، يبقى وضوء دائم الحدث ده لا يتحمل صلاة إلا فرض واحد بس. واضح؟ والنوافل المتعلقة دي. طيب هنا بيقول إيه؟ فلو صلى بطهره فرضا، افرض إن أنا بقى إيه؟ اتوضيت وأنا عندي دائم حدث، توضأت الحمد لله وتمام ومسحت
وما اتناقضش وضوئي بحدث اخر، رحت مصلي الفرض بتاعي، خلصت الفرض عندي سنه بعديه، انتقض وضوئي بحدث اخر، كويس، اروح اتوضى تاني واصلي نوافل بقى، النوافل، واخد بالك، واصلي النوافل. ما ينفعش بقى استمر واصلي الفرض اللي هيجي بعده، لان بمجرد ما ايه، ما خلصت النوافل مش انتقد الوضوء، ما ينفعش يستمر هذا صالحا لصلاة لم يأتي فرضها بعد، لأن لا يجوز أن أتوضأ وضوء دائم الحدث إلا بعد دخول الوقت، فاهم؟ فلو دخل علي الوقت وأنا دائم الحدث بوضوء أنا متوضي قبل الوقت ده، لا يصلح لصلاة الفرض دي، فلازم أتوضأ تاني، لأن ده اسمه وضوء العذر، والضرورة تقدر بقدرها. واضح؟ الوضوء اللي يستبيح به الفرض يمس به المصحف ويقرأ به القرآن، كويس. فإن مسح الشخص في الحضر ثم سافر، هديك صور بقى. طيب افرض اجتمع الحضر مع السفر، يعني أنا انتقض وضوئي الساعة 9 الصبح وأنا في البيت، جالي سفرية الساعة 12 طلبوني قالوا لي احنا عايزينك في الصعيد، حصلت أزمة، رحت مسافر. طيب انا انتقد وضوئي 9 الصبح وانا كنت مقيم، جيت وانا مسافر قلت حجمع الظهر مع العصر جامع تاخير في المحطه لما ايه، لما ننزل استراحه بعد ما نكون سيبنا مسافه القاهره مسافه طويله، فهروح انا انزل همسح، واخد بالك، واصلي الظهر واصلي مع العصر جامعة ايه، جامعة تأخير، يعني الظهر اصليه في وقت العصر. وصلت الصعيد، جت تاني يوم 9 الصبح، هل استمر 3 ايام من 9 ل 9 ل 9 ل 9 لان انا بقيت مسافر، ولا اغلب حكم الحضر ويبقى ينتقد بعد 9؟ في قاعدة، اذا اختلط الحضر بالسفر غلب الحضر. فهمت ازاي؟ دي قاعدة أصولية تعرفها من أصول، من قواعد الفقه وليست من أصول الفقه. في علم اسمه قواعد فقه وفي علم اسمه أصول فقه. دي بقى من قواعد الفقه. إذا اجتمع الحضر والسفر على إنسان غلبنا حكم الحضر. واضح؟ هدي لك أمثلة. يعني أنا كنت مسافر ومسحت في السفر 9 الصبح برضه، وأنا كنت مسافر، وبعدين وصلت مصر بعد يومين، يبقى بمجرد وصولي بلدي انتقدت إيه؟ المسح، لأن مش هستنى بقى 3 أيام، هتعامل معاملة المقيم، يبقى انتقد خلاص، فهمت؟ لأن أنا بدأت المسح وأنا مسافر، ثم وصلت إلى مكان الإقامة فاجتمع علي السفر والحضر. في أثناء مدة مسح المسافر اللي هي 3 أيام، يبقى انتقدت الثلاثة لأن غلب حكم الحضر. الصورة الثانية إن أنا بدأت مقيم وانتقد وضوئي وأنا مقيم، ثم طرأ علي السفر فمسحت في السفر، فيبقى أغلب حكم الحضر، ويبقى بعد يوم وليلة أضطر إن أنا أعمل إيه، أخلع الخف وأغسل رجلي وضوء كامل وألبسه ثاني وأنا في السفر عشان أبدأ أعد 3 أيام. فهمت يا استاذ؟ وهتيجي نفس القصه دي في ايه، في القصر. انا راكب المركب او الباخره ونويت صلاه الظهر قصر، ما انا في سفر في البحر، فوانا بقرا التشهد الثاني الاخير في الركعه الثانيه لقيت صفاره الباخره بتقول ان احنا وصلنا الى المياه الاقليميه، اقوم اجيب ركعتين بقيت 4 ركعات بدل ما اسلم، طالما سمعت الصفارة وصلنا يبقى اجتمع علي الحضر والسفر، أغلب حكم الحضر يبقى كملها 4. فهمت الشاور دي؟ تاخد بالك من مثل هذه الصور. يبقى إذا اجتمع الحضر والسفر أغلب إيه؟ حكم الحضر، لأنه هو الأصل. والمصريين يقول لك إيه؟ على الأصل دور. كده برضه؟ ما على الأصل دور دي قاعدة فقهية خدوها من الأزهرية، أصل الأزهرية كانوا عايشين في وسط المصريين، لأنهم فيعلموا الناس ايه على حسب
الأحكام الفقهية يعلموهم العادات بتاعتهم، حتى لما واحد يتدخل في حاجة يقوم إيه يفسدها يقولوا إيه خلها خل، خلها خل، لأن الخمر إذا تدخلت فخللتها تظل نجسة ما تطهرش برضه، فيبقى خليتها خل يعني ما زالت نجسة، فهمت؟ لكن إمتى تطهر الخمر؟ بالتخلل، إن تخللت بنفسها بدون تدخل، لو تخللت بنفسها طهرت، وإن تخللت بتدخل بإضافات عليها تبقى خليتها خل، أفسدتها برضه تظل نجسة، فهمت بقى إن إيه؟ إن قواعد المصريين اللي يقولوها في كلامهم العادي ده منبثق أصلا من علم الأزهري، لأن الأزهرية كانوا يمثلوا كل طبقات الشعب وعايشين في وسط الناس طول عمرهم، فهمت بقى؟ يبقى فإن مسح الشخص في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام قبل مضي يوم وليلة أتم مسح مقيم، سهلة؟ والواجب في مسح الخف ما يطلق عليه اسم المسح إذا كان على ظاهر الخف، يبقى الواجب في مسح الخف هو أي حاجة يطلق عليها المسح، مش شرط بإيدك، إن شاء الله تجيب خشبة كده تدلها وتنطرها وتمسح بيها كده، مش قادر تغطي فمسحت بيها كده، أي حاجة خدت بالك ويكون على ظهر الخف ده الواجب، والسنة إنك تمسح على الظاهر والباطن، يعني تجيب إيد على الظهر وإيد على البطن، خدت بالك دي السنة، يبقى الباطن الخف ده سنة لكن الواجب هو ظاهر الخف، واضح؟ والواجب في مسح الخف ما يطلق عليه اسم المسح إن إذا كان على ظاهر الخف، وعلشان كده في قاعدة برضو إذا اجتمع السفر والحضر في الصيام، يعني أنا هسافر اسكندرية في قطر الساعة 10 الصبح وإحنا في رمضان وإحنا في الصيام بيبتدي إمتى؟ الفجر، يبقى أنا طلع علي الفجر وأنا في بيتي، يبقى هبقى صائم وهركب القطر الساعة 10 وحوصل قبل المغرب، يجب علي أن أصوم هذا اليوم ولا أفطر بسبب حجة السفر، ليه؟ لأن اجتمع الحضر والسفر، غلب الحضر فلا رخصة، واضح؟ لكن إمتى أفطر؟ الفجر بيدن الساعة 4 في رمضان، بيدن 4 الفجر، الفجر يدن 4 وأنا هركب قطر الساعة 3 قبل الفجر بساعة، فركبت القطر ودخل علي الفجر وأنا في السفر، ليا إن أنا أفطر اليوم ده، ولو حوصل اسكندرية 8 الصبح، فهمت بقى؟ واضح؟ لأن أنا بدأت مسافرا واستمرت مسافرا حتى دخل وقت الصيام، فدخل وقت الصيام علي وانا مسافر، فما اجتمعش علي حضر وسفر في عباده، فهمت بقى؟ لكن في الصوره الثانيه الاولانيه ده انا كنت مقيم لحد الساعه 10 الصبح في بيتي، وبعدين ركبت القطر من القاهره، القاهره دي بيتي، ما هو بيتي يعني ايه؟ دار الاقامه كلها دي اسمها بيتي، طالما انا سكان القاهره يبقى القاهره دي كلها بيتي، ابقى امتى ابقى مسافر؟ لما تقابلني عند محطه الرسوم، فهمت؟ عارف محطه الرسوم اللي هي الكارته، يبقى انا كده خرجت من ايه حدود الايه المدينه الاقامه، لان انت انا ساكن في المقطم وانت في المقطم، لو قابلتني في السيده عائشه هتقول لي انت مسافر ولا حاجه، قابلتني في ميدان التحرير تقول لي انت مسافر، لكن لو قابلتني عند محطه الرسوم عند 6 اكتوبر هتقول لي انت رايح فين، مسافر رايح فين، صح ولا لا؟ يبقى ايه الحد؟ علشان ابقى مسافر لازم اخرج عن حدود مدينه الاقامه، عشان لما اخرج عن حدود مدينه الاقامه يبقى اسمي مسافر، انما لو انا ماسك الشنطه وماشي في ميدان التحرير حد هيقول انت مسافر؟ مش هيقول لي ان انا مسافر، خدت بالك؟ حتى لو متأكد هتوصل قبل المغرب بعد المغرب، طالما دخل عليك الصيام وانت مقيم تكمل اليوم. ليه؟ ما هو المسح على الخفين برضه هتتم مسح مقيم برضه،
هتتم مسح مقيم. نفس القاعدة صح؟ فهنا بيقول لك إيه؟ والواجب في مسح الخف ما يطلق عليه اسم المسح إذا كان على ظاهر الخف، ولا يجزئ المسح على باطنه اللي هو إيه أسفله يعني، ولا على عقب الخف يعني إيه خلفه، ولا على حرفه، ولا على الحروف بتاعته الجوانب، ولا على أسفله. كويس، لازم يبقى ظاهر الخف. عشان كده سيدنا علي ليه كلام لطيف، سيدنا علي بن أبي طالب كان يقول لو كان الدين بالعقل لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على ظاهره، لكن الدين العلة تعبدية، والعلة التعبدية يعني مش عارف علتها، مش عارف حكمتها، فيبقى يقول لك تعبدي. الفقهاء أما يبقى مش معروفة الحكمة يقول لك إيه تعبدي، يعني إيه المسألة دي إيه حكمها إيه علتها، يقول لك تعبدي. يعني إيه تعبدي؟ يعني غير معلومة العلة، يعني لا يقاس عليها، طالما تعبدية يبقى لا يقاس عليها. لكن لو العلة، لو علة معروفة، لو العلة معروفة ممكن يقاس على العلة، في أمور موجودة فيها نفس العلة يقوم يندرج عليها حكم الأصل كده، برضه في علم القياس كده. وفي فرق بين العلة والحكمة، ليست كل علة حكمة، ليست كل حكمة علة، ولكن كل علة قد تكون حكمة، واخد بالك؟ الفرق بين الحكمة والعلة أن العلة وصف ظاهر منضبط، العلة وصف ظاهر منضبط، إنما الحكمة وصف ظاهر غير منضبط. واضح؟ زي إيه؟ لو كنت مسافر لك أن تفطر كده برضو، هل العلة هي المسافة ولا العلة المشقة؟ المشقة حكمة لأنها غير منضبطة، المشقة دي غير منضبطة لأنها تختلف باختلاف وسيلة السفر، وتختلف باختلاف حال المسافر، وانت شاب غير وانت عجوز كده، وسيلة السفر المريحة غير وسيلة السفر غير مريح، طريق معبر غير طريق غير معبر، يبقى دي غير منضبط، يبقى المشقة دي غير منضبطة، في الحر غير في الجو الجميل، وغير في الشتاء الشديد كده برضه، يبقى المشقة وصف ظاهر غير منضبط، وبالتالي يبقى القصر في السفر العلة فيه ليست المشقة لكونها غير منضبطة، ولكن المسافة لكونها منضبطة يمكن قياسها. عشان كده يقول لك مسافة القصر، ما يقولكش مشقة السفر. فهمت؟ لأن مسافة القصر مسافة منضبطة، هذا رئيس يقول لك كذا كيلو، مش هتتغير بتغير العمر ولا الزمن ولا الوسيلة ولا الطقس ولا الجو ولا الطريق المعبد وغير المعبد. فالمسافة دي ما فيها، فهمتني بقى الفرق بين العلة أنها وصف ظاهر منضبط، وإيه وبين غير منضبط. أيوة، وليس كل حكمة علة، يعني لو الحكمة كانت منضبطة صارت علة. واضح؟ وعلشان كده في أبواب القياس ساعات يقول لك إيه المصالح المرسلة، المصالح المرسلة دي حكم مش علل، فقد يختلف باختلاف نظر الفقيه، فكل فقيه ينظر لها بطريقة شكل، لكن العلة ما يختلفوش فيها. المصالح المرسلة دي حكم مش علل، وعشان كده ما تلاقيهاش في باب القياس، تلاقيها باب منفصل يقول لك الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمصالح المرسلة، يخليها بر عن القياس، لأن القياس مرتبط بالعلل والمصالح المرسلة مرتبطة بالحكمة. واضح؟ زي بالضبط في الخمر، العلة بتحرمها الإسكار، مش قدر المشروب ولا نوع المشروب، قد يكون مصنوع من الايه من البصل، قد يكون مصنوع من الشعير، قد يكون مصنوع من العنب، قد يكون مصنوع من التمر، اي حاجه تسكر تبقى خمر، وكل خمر حرام، والعله الاسكار، لان الاسكار وصف منضبط، واخد بالك؟ ثابت على طول لانه بيغطي العقل.
لا، ما هو العلة الإسكار ولو من كثير، وعشان كده الرسول يقول ما كان ملء الفرق منه ما كان مثل الفرق منه يسكر، فملء الكف منه حرام. والفرق يعني ايه؟ يعني برميل. يعني لو هتشرب برميل عشان تسكر يبقى ملء الكف منه حرام برضه. يعني ها؟ يعني العلة انه هيسكر، مش العلة الكمية بقى، العلة الإسكار، لأن الكمية تختلف من واحد لواحد. واخد بالك؟ واحد متعود عليها ممكن يشرب كوبايتين ولا يجرى له حاجة، واحد تاني يشرب له كوباية واحدة يقلب الدنيا لأنه مش متعود عليها، يبقى دي غير منضبطة. حدوث السكر نفسه غير منضبط. فهمت ازاي؟ لأنه يختلف باختلاف الإنسان. لكن الإسكار دي صفة في المشروب. فهمتني ازاي؟ فيبقى علة لأنها منضبطة. فهمتني ازاي؟ ليس حدوث السكر بل الإسكار ذاته. فحدوث السكر ده ما يحدث في المكلف، لكن الإسكار ده في السائل نفسه المشروب. واضح؟ ففي فرق. يعني تاخد بالك من طريقة تفكير الفقهاء عشان لما تيجي تمشي في الفقه تبقى عارف هم بيفكروا ازاي. ويبطل المسح. والسنة في مسحه أن يكون خطوطا، بأن يفرج الماسح بين أصابعه ولا يضمه. يعني هو بيمسح، يمسح بخطوط كده يعني بإيديه، يمسح عشان يستوعب، يعني تستوعب كل ظهر الخف. ده باطن اللي هو باطن ايه؟ باطن الخف اللي هو ايه؟ باطن الرجل. ده برضو اسفله ممكن يبقى ليه حواف في اسفله زائدة عنه، قد يكون الخف ليه حواف. هو انت حاطه له ازاي جوه؟ ما تحطوش. ما لا لا، هو ما ينفعش تمسح على باطنه، يعني الجزء اللي هو بطن الكف. واخد بالك؟ بس بطن الرجل اللي هو اسفله، ويبقى العطف عطف بيان، ما يجراش حاجه. يقول لك ولا باطني ولا اسفله، يبقى العطف عطف بيان، ما يجراش حاجه لزياده البيان. ويبطل المسح على الخفين بثلاثة أشياء. إمتى بقى يبطل المسح على الخفين؟ دي آخر حتة بقى علشان نخش بعد كده في الجورب ونروح. وانقضاء المدة. ويبطل المسح على الخفين بثلاثة أشياء: بخلعهما أو خلع أحدهما أو انخلاعه. انخلاع يعني إما يتخلع لوحده أو خلعهما، إما أنت اللي تخلعها. خدت بالك؟ يبقى لو اتخلعت رجل أو هما الاتنين اتخلعوا يبقى بطل المسح، ما ينفعش البسهم وانا مش متودي وبعدين امسح عليهم. او خروج الخف عن صلاحيه المسح كتخرقه، اتقطع وبقى مبين البشره من تحت. وتاني حاجه وانقضاء المده اللي هي الساعه 9 بتاع المثال بتاعه، جت 9 انقضت المده يبقى خلاص. وفي بعض النسخ مده المسح من يوم وليله لمقيم وثلاثة أيام بلياليها لمسافر. وبعروض ما يوجب الغسل كجنابة أو حيض أو نفاس للابس الخف، وكذلك وجود نجاسة، نجاسة في القدم داخل الخف كدمية قدم كده برضه اللي هو قالها في الأول. يبقى دي بالنسبة للخف. نيجي بعد كده بالنسبة للجورب أو يسموها الجرموق، في كتب الفقه القديمة يسموها الجرموق، المسح على الجرموق. سؤال لطيف بيقول: لو انقضت المدة يخلع الخف ويغسل القدمين بس ولا يتوضى وضوء كامل؟ لو لم ينتقض وضوءه الأول إلا بالمدة بس، يعني ما عملش أي حدث آخر، يبقى يغسل الرجلين على اعتبار أن الموالاة سنة وليست فرضا، إلا أن يكون دائم حدث فيجب فيه الموالاة، يبقى يتوضى كله. فهمت الإجابة؟ يبقى عند الشافعية الموالاة في الوضوء سنة، ولكن عند المالكية الموالاة ركن من أركان الوضوء أو شرط من شروط صحة الوضوء. طيب، على مذهب الشافعية، تفريعا على مذهب الشافعية، أن الموالاة سنة لغير دائم الحدث،
فإن انتقض وضوءه بانقضاء المدة فقط يبقى يجي الساعة 9 يخلع الخف ويغسل رجليه ويلبسه تاني ويبقى بتجدد مدة جديدة لما ينتقض وضوءه بعد الساعة 9. فلما البسهم بقى هنا الساعة 9 انتقض الساعة 12 يبقى لما يتنقض 12 اللي بعدها. فهمتني بقى ازاي؟ وهكذا. فهمت السؤال والإجابة؟ طيب. يعني أقعد 24 ساعة من غير ما ده إنسان آلي بقى؟ بيقول لك الإنسان الآلي لم ينتقد وضوءه لمدة 24 ساعة. روبوت. بس الروبوت ده غير مكلف. ما هيعملوا روبوت على صورة إنسان كده ويلبس بدلة وكرافتة وكل كل حاجة. ها؟ لا مش هيبقى مكلف. مش هيبقى. أنت بتسأل إيه مش فاهم؟ لا بس في بول وفي لمس المرأة وفي نوم في نواقض أخرى. طب يا دكتور لو الشراب مخروم. إحنا لسه ما اتكلمناش على الشراب. خلاص نخش بقى في الجورب. لا مش المعاملات، أخلص الحتة دي. خالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما ما حضاك النصح فاتهمي. الله، يعني هتسأل على روحك خلاص؟ استنى المرة الجاية لو محصور سؤال معلش. المعذور معلش. لا يبقى احنا نيجي بعد كده بقى ايه الجورب بتاعنا، القماش العادي ده اللي طالع جديد في العصر بتاعنا ده لا ينطبق عليه شروط المسح المذكورة في كتب الفقه القديمة. فبناء على دراسة الفقه القديم المعتبر على المذاهب الأربعة لا يجوز المسح عليه إلا قول عند الحنابلة يجوز ولو رقيق شفاف مخرق. واضح؟ عند الحنابلة كده شرب في الحريم شوف رقيق شفاف مخرق على قول عند مذهب الحنابلة. لكن باقي المذاهب لا يجوز المسح عليه، واخد بالك؟ لأنه لا يتوفر الشروط المنصوص عليها في كتب الفقه القديم اللي هي في 300 سنة الأولى، اللي هي إيه؟ 300 سنة الأولى الهجرية اللي نشأ فيها المذاهب المشهورة المنتشرة واللي عليها التدريس. لكن من حيث العمل ومن حيث المقاصد الفقهية أرى أنه يجوز المسح عليه، لأن الشروط التي قالها الفقهاء لم يقلها النبي، بل هم استنتجوها من الخف المستعمل أيام النبي. ولو كان النبي يعيش معنا الآن لأجاز لنا أن نمسح على الشراب. واضح؟ لأنه مسح على النصية والعمامة. فاللي ينظر لمقاصد الشرع الشريف يجد أنه يجوز المسح على الشراب المعاصر ده إذا كان يغطي موضع الفرد ولبسته طاهرتين، أدخلتهما طاهرتين كويس، وليس فيه خروق تقابل موضع الفرد. لكن لو هو مخرق بين الساق ما يدرش موضع الفرد. واضح؟ يعني لو مطلوب عند ما احنا قلنا في مذهب الحنابلة عندهم رقيق شفاف مخرق يجوز، ده نصوا عليه، وان كان باقي الفقهاء يخافوا ايه على الرأي ده خروجا من الخلاف. انا شفت مشايخي شافعية يقعدوا يدرسوا لنا يقولوا لنا الشروط دي ويجي يتوضا يمسح على الشراب. اقول له ليه ما بتقولش للطلبه كده؟ بيقول لاني بدرس لهم المذهب الشافعي مش مذهب. ده مذهب، انا مش مسؤول انا ادرس لهم مذهبي، انا بدرس لهم مذهب الشافعي. فهمت؟ لان اذا درست الفقه وعشته وعرفت مقاصد الشرع الشريف ان هي رفع الحرج عن الامه والتيسير على الناس، واخد بالك؟ خصوصا انك انت قد تكون في مكان لا تجد انك انت تخلع الشراب وتلبس الشراب وتقلع، لدرجه ان الناس اللي بيصمم على غسل رجله ساعات ياخر الصلاه لما يروح بيته يقوم يضيع الجماعه. ومقصد الشرع الا تضيع الجماعه، واخد بالك؟ والتيسير على الناس مطلوب، خصوصا ان الشراب لا تسير به، فلا يشترط تحمله تتابع الخطى، لان انا اصلا ما بمشيش بيه، واخد بالك؟ على أي حال يجوز المسح على الشراب، ولكن كلما أمكن غسل الرجل خروجا من الخلاف أفضل. ولكن لو كان المسح على الشراب
يعينك على عدم ضياع الجماعة فامسح وادرك الجماعة كأن تكون في خارج بيتك أو في مكان وضوء لا يسمح لك أنك أنت تخلع الشراب وتلبس شبشب، لأن يكون المكان متسخ وما فيش شبشب وانت لابس حذاء ومش عارف هتقلع ازاي وتعمل بهلوان بقى، هتقف برجل واحده وصابع واحده وبتاع، فانت تقعد تتكسر. فالشرع مش عايز كده. ممكن واضح؟ لو لابس بقى شرابين ولا لابس، اصبر عليا يا عم، اصبر عليا. لو لابس شرابين امسح على ايهما؟ على الملاصق ان كانوا الاثنين سلام. على الملاصق ان كانوا الاثنين سلام. وعلى أحدهما إن كان أحدهما مخرق والآخر غير مخرق على اعتبار أن دي بطانة وظهر. واضح؟ سهلة؟ الملاصق للبشرة، الملاصق لبشرته. إذا كان الخروق لا تمنع وصول المسح والبلل يبقى امسح على الأعلى وتقصد الأسفل. واضح؟ دكتور لو أنا لابس الجزمة داخل البيت ممكن قبل ما اقلع الجزمه احط الميه على طرف الشراب؟ ليه؟ للهدف. احنا لازم تستوعب ظاهر كله، ظاهر الرجل كلها، فلازم تخرجها من الحذاء. ما ينفعش على الوش كده على نقطه ميه على لا لا، لازم على ظهر ايه الشراب، لانك انت مش هتصلي بالحذاء، لان انت دخلت بالحذاء في دوره المياه اللي فيها الميه المتنجسه، فازاي هتصلي انت بالحذاء المتنجس ده؟ عشان كده كان الشيخ الحافظ التجاني رحمه الله وكان مشايخنا كان يقول الحذاء الجلد فيه مسام يتشرب النجاسة، فلا يجوز الصلاة به لأنه تشرب النجاسة. واضح؟ لكن الحذاء اللي معمول من الكاوتش ده لا يتشرب النجاسة فليست فيه مسام، فيمكن غسله وتطهيره والصلاة به. ده كان كلام الشيخ الحافظ التجاني رحمه الله، لأنه كان ساكن في مغربلين وكان أحيانا تبقى المجاري طفحة في الشارع والناس ماشية بالأحذية الجلد، فييجوا يقولون نصلي بالحذاء، يقول لهم لا لأنه تشرب النجاسة. واضح؟ الشراب اللي هو تحت البيت ما ينفعش، ما احنا قلنا لازم يغطي موضع الفرد. والله تعالى أعلى وأعلم. ايه هتسأل السؤال ده الأخير ونختم بقى، عشان ايه احنا عندنا سفر من الفجر غدا. سؤال خارج، إذا كنت معذورا يعني في مبالغة، فده لا يحمد الناس مثلا على ايه؟ على شخص لا يحمد الناس عنده أموال، ولكنه لا يحمد الناس، ولكنه تاجر في ايه؟ مثلا في الثلاجات مثلا. فقال لي ايه؟ قال لي خذ قسط مني، خذ مني مثلا على 5 ثلاجات، قسط بسعر مثلا الواحدة ب 1500 جنيه. مثلا انا دلوقتي لو بعتها هبيع الواحده مثلا ب 1000 فالصوره اللي بيشتغل عليه، يعني كمان ممكن اسمه بيع العينه. بيع العينه، الصوره دي بيع العينه، حرام عند الحنابله، جائزه عند الشافعيه. حرام عند الحنابله وجائزه عند الشافعيه، وهي حيله للتخلص من الربا. تقول له حرام عند الحنابله، جائزه عند الشافعيه، زي ما قلت لك كده. لو انت الشافعي بقى توكل على الله. وعندنا القاعده الخروج من الخلاف مستحب. تمام. واضح؟ طب ده لا مش حرام يعني. هي كده. زي ما قلت لك، انا قلت لك حرام يعني؟ خلاص لازم تنقل العلم مظبوط. يعني اما تقول له كده ان حلال جائزه عند الشافعيه. يعني انت وحرام عند الحنابله. لو استعملها يقلد الحنابلة، لو عنده اضطرار، وليس عنده اضطرار ولا حاجة يقلد الشافعية للخروج من الخلاف. فهمت القصة تمشي ازاي؟ يبقى على حسب اضطرار وحاجته. مضطر يقول لك المضطر يركب الصعب يا اخي. انا اركب الصعب. لا مش خلاص، هو هيعمل كده عشان يجيب موديل جديد للمحمول. عنده المحمول بتاعه بالارقام وعايزه هو تاتش سكرين تاتش. دي يرضيك الكلام ده يعمل لي كده؟ يبقى حسب ضروره. مش عايزه تطلع اللي عندوش، بيته اتهد وما عندوش، ومراته وعياله قاعدين في الشارع وعايز يقويهم في حته، يبقى ده عنده ضروره، لان المأوى ضروره، لا يستطيع الانسان ان يعيش بلا بيت. واضح؟ يبقى على حسب الحاجه، اذا كان محتاجا له ان يقلد الحنابله،
وعلشان ليه يقلد الحنابلة؟ عشان يخليها في رقبة الإمام أحمد بن حنبل، يقلد الشافعية قصدي، يقلد الشافعية اللي أجازه، والحنابلة قالوا بحرمته لأنه من علامات الساعة. العينة يعني إيه صورته؟ هقول لك صورته إزاي عشان أنت مش فاهم. يقول له إيه؟ أنا هبيع لك الثلاث تلاجات دول، التلاجة دي بكاش بألف، وبالتقسيط لمدة سنة بألف وتلتمية، كويس؟ أنا هديك ثلاث تلاجات دلوقتي كاش بإيه؟ بثلاث آلاف جنيه، واخد بالك؟ وهشتريهم يعني حدهم لك الوقت بالتقسيط، حدهم لك الوقت بالتقسيط بألف وتلتمية لمدة سنة. خدت ثلاث تلاجات يبقى هتسدد كام؟ 3900، كويس؟ خدت التلاجات؟ قلت له خدت التلاجات. يقول لك طب انا هشتريهم منك كاش الوقت ب 3000، خد ال 3000 اهو، وتهدهم لي انت بعد سنه 3900. اسمعني بس، ادي الطريقه، هي دي الصوره، هي دي الصوره. فهمتني بقى ازاي؟ يبقى كانه هو خد وهيسدد ازيد. هل اللي خده ده قرض، فقرض جر نفع فهو ربا، ولا اللي خده ده مقابل بيع وشراء؟ بيع وشراء، ولكنه في صورة الربا. فالإمام أحمد بن حنبل قال إن تتبايعون بالعينة وتتبعون أذناب البقر، ده من علامات القيامة، فده شكله حرام كده، أنا مش مستريح له. الإمام أحمد قال أنا مش مستريح، أصبر عليا، أصبر عليا. الإمام الشافعي قال لا، ده دي حيلة فقهية تخرجه عن كونه ربا، لأنها لم يكن قرضا، بل ده بيع وشراء، ده بيع بالقسط وبيع بإيه؟ بالتقسيط. وكونه من علامات الساعة ليس معناه أن كل علامات الساعة حرام، ففي من علامات الساعة ما هو مباح، تطور الزمن، واخد بالك؟ فهمت بقى المسألة؟ وجهة نظر الفقيه. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه صاع تمر جنيب من خيبر، جنيب يعني تمر متجنب، يعني بالوحدة، جميل، يسموه جنيب يعني متجنب، كويس؟ اه، على الفراز. فسأل سيدنا بلال اللي جاب له الصاع ده، قال له أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، نحن نأخذ الصاع من هذا بثلاثة أصع من الخليط. فقال إيه؟ قال عين الربا، عين الربا. ليه؟ لأنه اتحدوا في الجنس والنوع، اتحدوا في الجنس والعلة، اتحدوا في الجنس والعلة، فيشترط التماثل والتقابض والحلول، وإلا وقعنا في الربا. التماثل عشان نمنع ربا الفضل، واخد بالك؟ والحلول عشان نمنع ربا النسيئة، والتقابر عشان نمنع ربا اليد. فهمتني؟ طيب الحل ايه؟ طب انا عايز جنيب وما عنديش الا خليط، اعمل ايه؟ فالرسول قال له الحيله، قال له بيع الخليط بالدراهم واشتري الجنيب بالدراهم. اه، ده دله على الحيله. فهمت ازاي؟ مع انه هيبيع الثلاث اصع بدراهم تجيب صاع، كان هي هي، بس وسط الدراهم فتغير الايه؟ العله والنوع. فهمت ازاي؟ فيبقى بالتالي النبي دل على التحايل الذي يخرجك عن دائره الحرام، واخد بالك ازاي؟ فالامام الشافعي من هذه الجهه اجاز بيع العينه بهذه الصوره تحايلا لاجل الضروره حتى لا نرتكب المحرم. واضح كلام الشافعي؟ فهمته؟ طيب في طريقه ثانيه، الحيله جت في القران. سيدنا أيوب لما نظر إن هو يضرب مراته، مش عارف 50 جلدة ولا مش عارف كم جلدة، أو 100 جلدة، قال له إيه؟ خذ بيدك ضغطا واضرب به ضربة واحدة ولا تحنث. يبقى دل له على الحيلة، مش كده برضه؟ للوفاء بالنذر. فيبقى يجوز الحيل الفقهية من أجل الخروج من المحرم لطاعة الله مع تغير أحوال المكلف. فهمت بقى الفتوى تمشي إزاي يا أستاذ؟ بس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اقفل يا عم.